بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله يمغلي يا بسم الله. إن شاء الله الدرس يقول حكسها بسيء يساوي لك الشاقي إصلاح ذات البين. أما هقاتشن لها هقاتشيو ذات البين، كلمة الذات صاحب البين واحد، هذا في اللغة العربية ومن المتضادات وكلمات كمعنى إسكسور تشيدالي، الفرقة والوصل ولا بضبة ويد هذا. على كل حال، وإن لها هقاتشيو ذات كمسلمين تاه وحاول دحية دحدودة دبت الله أصلكو وضدك مسلمين تين يكون ضن ولا دان الأخوة ولا النماء، بل ابن آدم كورن بيا أصلته التعايش السلمي، إنه إنسان كو نبط كو ضن ولا ده، لكن لبع إلا بواشرته مدنك إلا إنه ويتحامي إبليسها والشقاق هي خلاف كوي هي أخطر الأسلحة هب كوين وهيستو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكت المام إنه كقوستي إن جزيرة العربية مدر كان مسلمين تدقان إن لقوع عابد إلهي غير كي، لكن التحرش بينكم من ولي شقدي ستي. أما حديث قار كودو تلمامي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إبليس كويني بدا كرسي دكتو او عيدا موسود دايو او عيدا مدى سيدتك مسلمين تاي دح قلان يبا ادما هبالو ميان دبتنا كو غسو دوين بدن يهين اي كمي تاي كرهرا هسكو ديرا وريا هيا حافظة كاسكو ديرا انو كمي دي هاي كو ابال مركا وغوين لسي يو سو دوين كاسي دن بوچوغا دن لبادنا بنا ادم كو ملايك ماها مسلمين تنا وبشر يخطئون ويصيبون ويعسر أن تتفق آراؤهم وإحنا واسكو وافقان إحنا واسكو خلافا يعني وحوا خطأ وقد عيا وحوا أصيبا يا وابن آدم تسوحي كان سنة سين رأي جانو كلا نوع نغضه وحيد هذا سيدا ابن آدم كوجيه دي سوء كلا نوع ينبا آرادي سنو كلا قد سنتي سيدا قفوا لبا عالم قاروية هاي بركة وجيه صلى الله عليه ayaa maskaxda ka dambaysanay caalam gaar ah u tahay. Haddana sida aynu bini'aadamka una isku wajiga u wada nahay ayaa waxaynu wada wareegno aarayna jiraya. Bini'aadam baynu wajiga ka wadanno, nin waliba laba indhood iyo san iyo af iyo laba sunniyood iyo intaas uu leeyahay, xaggeena way isaga wada eegnay. Idan waana isu eegnay waana kala gadisanay. Caqliga bini'aadamka iyo aaraadiisa si uu fakarayana waa sida. Waana isu eeg yahay, waana kala gadisan yahay, wuxuu ku kala gadisayna waa jiraa. waxaa kaloo intaa dheer masaalixda bini aadamka waa kala masaalix. waxaasoo dhammi waxay keensanayaan iyaguna in dadku khilaafaadku ay jiri karaan. haddaba khilaaf kastoo jira shareecada islaamigii marnaba ma bannaynin taqaatuca in laysgooyo. waxaa kuugu filan inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim warinayo albaabada jannada ayaa la furaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista. dabeetana ilaahay waa u dambi dhaafaa qof kasta oo addoommihiisa ka mid aan cidna ugu shariig yeelaynin laba nin mooyaane, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. laba iyagu maalinta isniinta iyo khamiista arrinkoodu dib loo dhigaa. labadani maxay sameeyeen? waxaa la yidhi waa ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa, qof isaga iyo walaalkii colaad iyo dhib iyo muran uu dhex yaalay. qoladaa waxay ilaahay yidhaahdaa andiruu haadayni xataa yastalixa, andiruu haadayni xataa yastalixa, andiruu haadayni xataa yastalixa. labadan arrinkooda dib ha loo dhigo intay ka heshiinayaan baa la yidhaah. labadan arrinkooda dib ha loo dhigo. idan weynideeda waxaad ka garanaysaa dadku inuu isqabto oo kala go'o oo murmo xumaanta ay leedahay waxay keensanaysaa acmaashaadi khayrka ahayd in la aqbali waayo. inaad noqoto kuwa alla u dambi dhaafaya in lagaa reebo ilaa iyo ninkan heshiisaan
وحانا معروفة حديث كيكويا اللي سنن أبو داود يا ابن ماجر رجيني يا غير كتبة الشيخ الألباني صحيح قلت المامي وحنا بقول لي من هجر أخاه سنة من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمي أما هجر المسلم كسفك دمي رواية ذاك على نواصار ورطي أدب المفرد للإمام البخاري على كل حديثك وحوت المامي إن دولالك قويسو شحنا بيتي هراهيد على هذه إن إذا نحت الله إن قويسو مقاطعة كسميسانة واتكه هجروتانة سنة دينة هجرة يا عرا يا ضدمكم مقنطة هنا إن دي قيسة قفتا إلا متايبو النبي قولي عليه الصلاة والسلام دي قف مسلم الله دادي أنا وحينو قرأينا سيدة أووي هذا بنا آدم كو كالتاقة كما هبونا قفك مسلم كان آخرة ديسة يا دون كيسة مدنا بفايدة وما شرطه علاده إذا نحلو بهين علاده لقى طلاب صدو بنا آدم كيس قبط كيسو مراحشة ومرودان إسلام كمركا قابلو فرسميو وعلاد دا إيا عدبتا إيا عرضا إيا إسهين تالو سارو هاتا مراحشة هوري هاد داي مرسة حوغا غموران كا إيو على الحمضة أما مراحشة كو حكتا هاداي قادة الهجر والتباعد إلا كلا قورا ما اللي سكويو أما مراحشة وقودا ما يسا هاداي قادة إلا يستلو اللي سكو حد قدبو انت با إسلام كو حلب أسمي إذا موضوع إن دتك اللي هشيسيه الله ولا عليه وموضوع إسلام كآد قوي ولا لين تحسين الرد نوا كل هذا إن رش قف كمسلم كا كفرد أهان قفا أهان يبلش أهان قبيلة أهان شركة أهان دولة أهان أمم يشعوب أهان متكستبا رد بكل هذا هاي إسهين تيمرون سيدا وقيد بشعار قرآن كوحو كدقي والصلح خير بيلا هيري والصلح خير صلح لما أنتي صلحي شرعي قوافق سنه وخير بيلا هيري سبحانه وتعالى هشيسك إن له هشيه وضطك يسعلو الحاده ويسور ميده وولا لوبه وله هشيه وخير بو نبو أي قرآن كتلماما يا رب سبحانه وتعالى آدنها ما أنتن الله تجاربتن الله ليد وحي برت فكرك القانوني يا عالمي يا ما أنتو إنو أتشان شيرو نحو السلح والمفاوضات إنو بني آدم كهشيو أو غرغر تمو أو آنو علاد يحوك حوك يسمقون كو حللين dibaatooyin ka dhaxdiisa dhacda walidalik ma maanta duulka dunida jira waxay leeyeen xafiisyo u furan inay umada heshiisiyaan reeraha isqabta cidda muranta cidda wa consulting wa dad loogu tala galay inay dadka heshiisiyaan cidda isaysa xafiis bay tagaysa waxaanay u tagaysa xafiiskani mediation ku yaqaana sida dadka loo dhaxgalo farsamada dad yaqaana weeya marka wuxuu isku keendayaa inuu isku keeno حتى ما حاكم تواوين الدنيا دو حيسكو ضيدا قفك انت ان حكم كل الردين وان قرنقية وحكم لقارن ان دتك مصالحة لقى الراديو والله يردو دا الله يسدر الله يده دو بل انا مصالحة سمين كرتان دبو النقضة وانا مسألة دي عمر بن الخطاب لها رضي الله عنه وارضاه اثر بالغ الشيء قوليه رد الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن عمر بن الخطاب وحلق شغينه يدي قضاده وحليه يدد كيس هيا بل دبع علي انت كهشين ايا وهي وحاب الله قيابا حكم كقاضي يا محكمة دو إن دد ك لابتو دم يدين ولو حقوق دو ورده يعني وحي رادان علماء دو القضاء رد الحقوق بو سمايا صلح قنا وحي رادان رد القلوب بالسمعية قضاءه حقوق دمك لقوية لكن وحي لين هشي سنتي يصلح قيد احد حاد انتو قلوب تدد كيدبو ولا ليس اذا ايها الاحبة خلاف كي يمرنك وحنون وحل قد حلانا ويا الضعف يا اللي اذا شي يتمر در صلح قنا ودو وحل قد حلانا ويا ان حريس يقو
heshiisiintu marka in dadka la heshiisiiya umamka dhaqan ahaan iyo taqaaliid ahaan dad baa u quuma, dad baa u kaca, dadkooda ahlu caqliga, dadkooda cuqaasha, dadkooda salaatiinta, dadkooda waaya aragga, waxay ka dhigan yihiin dadkaasi bulshada dhaqankeeda marka loo eego waxay uga dhigan yihiin addifaac ilmadani qoladan maxaa la yidhahda dabdamiska, marka meel dab ka dhacba niman baa loo yeedhaa dabdamis la yidhahdo markiiba damiya. Dadkan waayeelka ahi ummadda waxay u yihiin waa dabdamis. Khilaafaadka iyo muranka iyo isqabsiga iyo isdilka iyo reeraa kala furmaya iyo waxaasoo dhame waa xaraa'iq bulshada ku huraya. Hadday bataana bulshadaasi way gubanaysaa, bulshadu way gubanaysaa. Ugu dambayn, dabdamis cidda ka ahi waa waayeelka, waa cuqaasha, waa salaatiinta, waa culammada, waa waxgaradka, waa dadka heeganka u ah inaanay ummaddu gubanin, inaan ummadda dabku wada qabsanin. أيها الأحبة، بناء آدم كهدو إسقبطه سيابة بدن بو سكود دايا إنو حلقة وقاعدو بناء آدم كبر وحو استعمالا وين وين سيتويشن وحيدا هذا ما قال دحين لي سوقي مادا أدنا أدقولي ستا أنا أنقولي ستو نين لتشبية ينين شبيتون إنا نشيرين اللي هشيوه ما الوجهك إن دتك ودن لو إلاليو وصلحك كينا بنا آدم كبرنا زيرو زم جيم بو استعمالها وحسكو ديانو أود وحكو مقونيو حي قالا دو إرادان قصة كتب تو داهوري وحو داكو قرانا شمشم ثيوري إرادان بي سو شاقا شمشم ثيوري هو قصة خرافات كي أهلو كتاب يهودية وحسي رميسنين كم يدو حي إرادان نين باه جيري حوغ وينا او داد كان لغو جيري اه مركا واحكا ستاو ديلي جيري واحا ليدي ورنكا ساينو ساقا قبرنا واحا ليدي نينكا كان حوغ يسو تيمهو كوغا جيري اه مر اون تيمها لغا حيرو ادو قبر يا وحبا الله دري فرسامة آخر كي واحا لغو قولي استبايد اه دارين مدح الله حيرو مركا نينكي او تمر بيالا وحيدا دبا يورغو سوكي عيني اندا هلغا ريدو كنيسة ده لغو حلو تلاوذا ينوك توري بكيني سادة كودة حيدة أسبوع والبنا مربا تمها لغا حيرة ما لنم با مركي إدن بي مدلة چوغي اللي إلا بي بي راه دينو تمهي باو بحي تبتن حوغي بو قرط إنو اللي صوهلي ما لنا حدو دي اللي سوغي من ماشا أيو تيرر كي كيني سادة اسكو غبتي بي راه دينو وحي باو كودو بي لكن هدا سنوا كود انت وحبا مفايدين وحي راه دان علي وعليك aniga iyo adigaba waa hal isla dhinto. Dadka badhba in la isku madho xal mooda, in la isku madho oo hadda dhima anaan dhinto, khalaas reeruhu ha madhaan, dowladu ha madhaan, cid waliba ha madhato, waa caqliga ugu liita kaasina, waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku wax xalka u raaco. Dadku markay isqabtaan saddex heer mid unbay maraan. إن عيد الحقوق ده إذا كتنازل شو التنازل عن الحقوق هو ما هي وهو حلا إذا عفوية إن عيد قاضته ويحسي إنه عفيه إنه كتنازله ما ها إن عيد ولي بحق يدور دم ما يسترن دونته وكاسنا وحن بكو سورة جلية قضاء إن لا تقو إن إلى كتاب يسال الله وقرنقه وعدي قر لا قرت لا سي عيد كلنا لا هلكا كبح لبدا مدو دخيا جيرى ماركا حقو كامل ان اد هشو يا حقو دن ان اد كودا دادكتا ميلو دخيسا جيرتا وماشا لا يرا اصلاح ذات البين او الصلح وكمبرمايز وادنا وح كتغنا وح كتغو لبدين با ان غوليسنو ميل دخان سوغ نيمادنو كي عفوي تام كان ماها وح كميدا عفوي لكن حقوقي ودن كماد ودا تگين كي قضاء قال لها عد والبحق يدو كامل هاي شنا ماها وانا انت بدن بنا آدم ككوق روح دا بدن لا اسكو هيا ويا عفوية داد كسر ام با قاعدة داد منازيش تقوى داد كقاعدة ايوم با مرتبة دا انت بدن قاعدة هذا بس صلحه في الشريعة ووحكسته او داد كيس هيا مران كودا لغو كوريالو داد كي دقال لنسانا دقال كودا لغو تشوچيو
عدي حول أما ديق أما وحكة استبه هيسكو هيانة أما الدين وحي دونان با هيسكو هيانة إن سلاح يواناق لغا نحراديو صلحقة الإمام ابن حجر رحمة الله عليه وحلي صلحقة أقسام بو قيب سماه وصلح المسلم مع الكافر بولي قال يا مسلم اللي هشيسين أيو أما قري إن له شيء سيني يا إسلامي يا ودي جادين له شيء سيني يا صلح بين الزوجين أما إمام كمسلم كا يفق باغي يوكو بحدين له شيء سيني يا دولة دي يجبهد دولة دي شرع قاحيد شرع دعو قليد هي الدات كبحي وأما قبيلة أما جبهد أما وحيد دونانا إن له شيء سيني يبي ليين صلح جوح وكلون دعكرا في الجراحات إن قصاص لقى عفيه أو مال لقو بدله دل كي لقى دايو مقا لقى قاطه ونوع من صلحة كميدة قعنتي لقو قوين لها ما إشي لقى ردي لها قف قد كردي وكتنازلو أو مال لقو بدشو وحكا لو صلحة الله يده هذا خصومات كدد كسكو هيانه كالي اي حولة له اي ودوين له اي باب كالي نزاعين لدم ايو هذا فوق هذا كتبت ودين ده دركتو باب الصلح ومعاملات كأودن بيا أما صلح مسلمين تي كفار كود حيا باب الهد نبيك جهدلا صلح إمام كي بغاد كود حيا كتاب البغات بيك جهدلا صلح زوجين كود حيا كتاب القسم والنشوز بيك جهدلا إذا كتب الفقه مركا دركتو باب الصلح وأبواب يكتب تربة دنا وكل نوعة أي كتيرة لكن النجوى حين كور رمينا سقى سقط ضوبا سقى دمانتية إن دتك اللي هي شيء سيو، أما قال يا مسلم هالنقط، أما دولة دايا إنت كسور جدا هالنقط، أما أضي يا إسلامتي يا صحيح هالنقط، أما قبائل استلية يا جماعات يا كوح استلية هالنقطة، دتك إن هالشيء اللي قد إحرادية صلح قاس، شرعة وين فريسة، مجالات هي ميادين تيساسي وحكم دك إلى القرآن كقولي. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وكي قريقا هديها وين إن كيدا إنو كتو قام كتشيستا مثل وير كدرينتو فلا جناها عليهما أن يصلح بينهما صلحا لبي كركو دا ما أهان إني هشيان با إلهي لي سبحانه وتعالى إني هشيان ويسو تنازلان ووحيابين ليسكو هيا وحكم دا ليسكت تنازلو وحا ليسكت تنازل يا وامحي وبعض الحقوق وحقوق دي وحكم مدى قفكو ينو كالتنازلو وده بيتنا ميلد حالة سوي مادو إلهي مركز وحولي والصلح خير ورهشيس كا خير كو كتشي رابا إلهي هدين إلهي وحسيد دبا ديگاي وحضرت الأنفس الشح نفتنا بخير لمدى الوحادر يبا إلهي بنادب كوا وحي حقي يبو تاقين لكن ومنزل اللو بهينا ككرتو قفكم مركو قراد يا عقل يا شو أيوك ووحي يجون هذا تاجناته وبرتيدي ودول كي وودا كي ودولة نمد ووحي يجون هذا تاجناته ويا هذاك تاعي هنا بني آدم كي شيء سه لكن نوع من التنازلات بني آدم كونه يسرد مريو إلهي وحلي النفط بني آدم كأسل كذا وحاء وحضرت الأنفس الشحاء بخيل لماذا يا شحيح لماذا يا ووحي يجيد ويكو حاضر سنتي لكن محليدي وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا هذا إحسان سميسان إحسان هو التنازل عن بعض الحقوق عدالة دونوين دو حاجة هشو هذا إحسان سميسان والله كعب سطان إلهي وحا سمين سواركيا إذن وحل لي قريه قانون هذه اللي إذا هذا الغد السكالي يدس ببمايا دي سلانتنا ترى هذا وحن حق لا يردن وين هل كالا ديها ودقونا إذا وحن حقوق لا يردن وين هل كالا ديها لابد سوى ذا النولان مايا قرقا سوى الدمية قرقا محوق بسيء التنازل ودقونا وحيابا قاركو دينو من دا كاللابتو فايدوين بدنو كلو إلا مكوقا باية سلانتنا وحيابا قاركو دينو من دا كاللابتو فايدوين بدنو كله أي كوغبتاي لكن الدغف والبيد هذا وحي 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 سوت أقوات كانسا إذا صلحه إلهي وحين ليه ورنا إصلاح دحدين الرادسان لبكم أشر تبا إلهي ليه صلح أنا خيركم كشرة با إلهي ليه صلح أيا خيركم كشرة
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نبي عليه الصلاة والسلام ظالم بصودق عقي لما تنقرق إن أنت سويمي فاطمة مركزو علي كواي علي حقوق بطيبالي أين ابن عمك أعتني دواس قبلنا يوم أنتو عراضي بالضوضاو اسكتك ميد بو يدور بل علي يرادي علي بل سور رادي يوم سايتسك يسكو اسكي هردال لحالي قم يا أبا تراب ومركو نانستا نبي هو بحيني أبا تراب ما يشكك عوار نحق علي نبي عليه الصلاة والسلام. إذن إلهي وحينات المامية أفراد هي جماعاتك هي كوحها هي عدك استبا إلا دحدح هذه بنا آدم كو اسقب الشديس وحو الشلي كتقيبو ما انتدبو قعضا يوسكو قبطاه بلو فرصة الصحابة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وادتك ادتك وخير بدنا إلهي درتي بي نلكو دي وحوله دي وحو دي بو هجرو دي سعيكا ما هجرة دا وحيو قلنا مدينة وقبتين وحوله دي وحو دي بو هجرو إلهي درتي لكن دقال كي وجوه الرئي مركي قالين وحوقا غنيمة دي الله صوح إلي مرمبا كدعي دواني منك شاليتو إلهي درتي وغيمي وحي حولا إياه استين أردن يدول كوديبا وإلهي درتي وهجره دي يدين كودينا إلى شدان أيها دقال كي بدر مركي إلا قالي وحوقا حولا الله صوح إلي أيون بابا قيب تيدي مرمبا كدعي تاتكي صدح قيبات باقو قيب سمينو مركي قالة دل چبيي قول النبي قيكو هردو إلى لسه عليه الصلاة والسلام قال أنا قال هذا يشبتاي دبضة كذا نعده ويسير يتي قال أنا وحي قال هذا تور يسي يحاله بيسا أورورس تبعت أنا قال أنا حيدا دان دان نجاي تنا أورورسناي وقاعدناي قال أنا حيدا وارم أيضا أورورستين هذا قال هذا أنا نبي كده بتشير رأيي وقاعدنا كرل الله إن حاله أورورس هذا ندون إنه قال أنا حيدا النبي قال إلى لين عليه الصلاة والسلام مرن كاسايمي إلى هاي مرن كاي رب لاب ما يبو قرآن كسودتشي وحي أي أعمال ونكسن سمايا نوردن يرغن نمد يجيستين إلا مالن تاوى نمان كي إلهي نبي تلمامي عليه الصلاة والسلام رير بدر إلهي با طالع دو يريف علو ما شئتم وحاد دونتان سمايا إلهي بدن بيجي ندافية يعني نمان كمنزلة ده اللي قارسيي وحي وعد ردقان انتان ربي كور رمين تنبا لوقوه الرسية وحلوقه ورمه في سورة الأنفال بحلوقه بلابا آية دكوبيا فرتنات أي الله جا ورمى يا غنيمة دسيد الله قايب سانوي وعلموا أن ما غنمتم من شيء وأهدك أبي أفرتنا لكن أهدك هو محيل هذه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بالعيد وارفتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الله كعب صدى ودحدي نوحى أهجاتية واطيعوا الله ورسوله الله يا رسول باقبلا هداتهن كوا مؤمنين باليري انت يا مرنا سو دخغشاي ايا ربي اوغو هريسيه ان لو اصلاحيو كوح هدي لا اسقبتو مرركه قاركود واخ اسكو تورتور يا ديبا اي غادو سيدي مدينه غودهيدا كدحداي الهي قران بو سو دجيللي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما لبكو حوض المؤمنين تكمد هدي استلام فاصلحوا بينهما بإلهين صلح كل حقلا إلهي وحين لي إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واردتك مؤمنين تاهي وولالو كلا لما أردن وولالا ليري وولالو ولالكوا محي معنيه ولالكوا ننكاد قوشي سكفر حضوه قول دردي سكن حديد دبتي سكر دبته وحلكي سوونا كوي ولالك عين كاسو كوي انك ولالاتين هو يا بيد ما ضلالي وحو كو قول استك استوت كو فرحيسا اقون هن نقط علم هن نقط ما سبن نقط وكو فرح جلينيسا ولالك ايو قول استي وحي دب سو غادانا وكو نخدين جلينيسا وكو ورور جلينيسا وحلاليه وحي دب ولالك كو دعا واكستبا نقطا اذا الهي وحلي ور مؤمنين وهو لا لا بيل هيله أحكامتي ولا له النوع صدرين كهيد بيستان فاصلحوا بين أخويكم هذا يدي بكرد إحنا عدو هجاتية نبي عليه الصلاة والسلام بأو حسوا قاري ور أرنا يا خير قبا أي استورتورة يو استلي ونك حني وحبا حافظي سكتورة روال اسماعك دبتنا نبي يقول اذهبوا بنا
نصلح بينهم. حديث البخاري وارنا الدريريه الدريريه ان هاجين ان سو اصلاحين نبي عليه الصلاه والسلام وحل يداه اصلاح هو وحا قول النبي محمد جمع كريبي جمع صلاه دي امام نمدي وكهري اسقو دد هشيسينيا الى يو بلال مركي دم صلاه وقتيه دي تو دبو دعي وابي بكر ويما دو يداه ور نبي وين ابي بكر هو ددك ما توكينيسا مركا سو ابي بكر يداه ها هدي اد قيتو وأقيم صلاة مركا قالين يجو كتيرة أيو نبي حق دبك سو قال عليه الصلاة والسلام وصلاة مركا النبي أبي بكر وكلنا حرام دونه إدت كنا أيو أصلا قال يا رو تلمام يا نو نبي جيمي أبي بكر رو دبو قرنا يا نبي قنا وربا ينو تكيو لكن وديدي سكستبه النقطة وحين لنا هي وحي تلمام يسا هشيسين تدت كي يقيم هاي لاد نبي عليه الصلاة والسلام يسوي جورجيس كتيرة أيو مغلق صحابي كعب بن مالك لورنجري يا ابن ابي حدرت صحابي لورنجري ودين اسكو هيا مساجد غوديسا اولي والله عقتي هلكا دغ وقتي باي غاديه وكان لهي وخبا ما هيو او دبتنا عودكود كور نوقدي دبتنا النبي عليه الصلاه والسلام وصوب مرضو دي مساجد غريس وماشي كون نبلايه مرضو اسكا سو فايداي دبتنا كعب بن مالك بو ييره كعب حكيري مركو ييري كعب يدي لبيك يا رسول الله واطيع إله رسولك سيو نبي قعنته وحوغو تلمامي انك نسكده نسكده يعني بركده خريط اي نبي عليه الصلاه والسلام واشاره قد فعلت بيري وان يا إله رسولك سيو نسكات لي كده وانا اقبلي كي قالو نبي عليه الصلاه والسلام قم فاقضه واركع سو غدبا لو يري وايد غار با شيغا حديث البخاري انت اسكو كوباي انه يرو ور ورغا ويري ما هيستا يو كان ور نبو كما اقبلن ما هيستا يو حس ور كعبا لغو يري اوردو نك لاقتي سو كان مركو نبي كو علعليي نبي ونادو صدح غور وحفرو صحابته ور كوباي سو علي جيرين ايو اسكا بخاي تعمامه دي غنتدي ايو غاي هوسه فوري سوق لا تغيا يبسدي بو يري مركا كي هوسو ييبي سلام با كو سو بخدو ور صحابي نبي محمد مخا كو دحاي وا لو شيغي قائم سادكو يبين إسحاق أفرد درهم بيقول أفرد تبي كاسيس ستة قا أنا قاضي بيتري أفرد درهم أنا قاضي دبعت تنايس أنا أفرد تبي وكان ونك نسك كداي أنت يبقى جويس أيوه وكان إذا دين بالله هشيسين كرا أو غوري بالله هشيسين كرا أو دجال بالله هشيسين كرا أولاد بالله هشيسين كرا أو قضايا سياسية هي القرآن قتل مامي بالله هشيسين كرا ما نبيه عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد حديث أبي بكر ومنبرك صارن با حسن بن العلي ير يا نبي قول حجيري يا حسن سقط تدبتشيرة بركا حسن ير وين ير با يسوي تاجي نبي قول منبرك تاجن دبتنا نبي قول عليه الصلاة والسلام مرنا حسن بو أجا مرنا دتكو أجا بركي دم نبي قول حجي عليه الصلاة والسلام إن كيجا كاني ووايل وأضي وسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وحان الله أركاين إلهي كو إصلاحيو لبكو حد ووين ومسلمين تكمدا ويعني استيلا يويس هيين إلهي كو إصلاحيو طبعا دقا الله دي مسلمين تدح مري كرد الشي دلكي عثمان وعثمان دلكي سيمكي اللي دلي علي بن أبي طالب يا مدينة قردي شوكتي وحي ودك دقين برورتين الخلافة الإسلامية وغان وكالة ضمبينتي دولة نمدي سوء عليا ولدي الشام شوكتينا وحي كقدكتي نمانكي 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 عثمان ديلي وحكا لهدن بيانا هرتق ولدا هلا قصاصه لبدا الرأي أيام مران كدعي كدبنا دقال الله دعي دقال الله داسي مدى السعودين علي سيدي بي كودنتي نمن خوارج دلي حسن بن العلي با للبع طمي وخليفة مسلم بل علماء وحيد هذا حديث كي 30 كشيغ يا خليفة دون صدن سندودا هانيسو لحد بلود حسن باب بوحين سبيد هذا نو كسدن وبيا على كل وخليفة المسلمين وكرسي جوجوس الري عالم الاسلام ودم بوفرديا عيد النوه استبدا وأنا خليفة دي حقها عيدا بدن نوها استا لكن وحو أقبلي مسلمين تو إني هشيسيان ودي قود اللي بدباديو كرسي غو قصر رأيين وصيستو
inuu aqbalo madaxweynenimada intuu isagu ka daadego ninka ka soo horjeeda oo aan xaq markaa u lahayn isagu kaga xaq lahaa inuu siiyo. Muawiya ibn abi sufyaan inuu yidhaahdo adigu bal maamulka qabo, muslimiintu heshiiso dhiiggooda ha joogsadaan. Shan sannadoodo muslimiintu isdilayeen tuulo may furanin. Muslimiintii xoogga badnaa cahdigii Abibakar iyo Cusmaan iyo caalamkaba dawakhiyey, markay iyagu isku soo jeesteen tuulo may furanin. Shantii sannadood ay isdilayeen caamul jamaaca markii ka dambaysay ayay futuuxaadkii dib u bilaabmeen. Markaasa xooggii muslimiintu dib u soo baxay. Cidda istishaa dee waa ilaahay baa qur-aanku tilmaamay, fatafshalu watadhhaba riixukum, waa inaad fashilayso aad jabaysid. Idan sulxigu wax kasu war gaal baa lala heshiin karaa, muslim kale ka kaalay gaal gaala ayaa sulxi lala geli karaa. Sulxu Xudaybiya nabigu calayhi salaatu wasalaam gaal buu la heshiiyey, gaaladii maka ka saartay ee dagaalada ku qaadaysay ee dhibta badnayd oo 2019 sannadood ay markaa muslimiinta ishayaan. Sulxu Xudaybiya waa sanadkii 6 hijriyada, 13 uu maka joogay iyo 6 sannadood. 19 sano nimankii nebi maxamed la dagaalamayey oo Badr iyo Uxud iyo waxaasoo dagaali soo dhaceen ayuu wuxuu aqbalay inuu sulxi la galo, inuu heshiis la galo, oo weliba uu ka tanaasulo xuquuqdiisii wax ka mid ah. Markii heshiiska la gelayey waa kii Abu Jandal uu yimi oo silsilada ku xidhanay, wuxuu aqbalay in la celiyo. Wuxuu aqbalay heshiiskii la qorayey inuu maxay Muhammadun Rasuulullah bay dhaadeen ma ogolin in lagu qoro, bismillaahi raxmaan raxiim bay dhaadeen ma ogolin in lagu qoro, ilaahay inuu raxmaan iyo raxiim yahay bay diidan yihiin. Markaasuu nabigu yidhi kay doonayaan ugu qora bismika allahuma ugu qora. Markaasay dhaheen muxamedun rasuulullah ma ogolin, maxamed ibnu cabdillaahi ku qoro. Markaasuu yidhi ugu qora. Markaasuu calay xanaaqo u yidhi waan qoraye wallahi inaanu masaxaynin. Markaasuu nabigu yidhi masaxo maba ka dhaartay inaanan masaxin, ma maxamed ilaahay rasuulkiisi baan ka masaxaya. Dabeetana nabiga yidhi anigay tusalkaad wax ku qortay, waa tusoo nabigaa masaxay. Idan tanaazal can bacd alashyaa, sulxi baan ula galay suu heshiiska ula galo. Idan ayuha alaxiba, sulxigu islaamnimada qiimo weyn buu ku leeyahay, siiba markuu yahay muslimiinta dhexdoodii. Walidaalik baa ilaahay wuxuu qur-aanku leeyahay laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. Dadku faqoodu iyo shirshirki iyo waxaan loo faqfaqayo khayr in badan oo ka midi ma laha baa la yidhi. Ka khayrka laysku farayo iyo ka sadaqada laysku farayo ee dadka wax loogu ururinayo khayrka ku jiro iyo ka dadka lagu heshiisiinayo buu Rabbi leeyahay. Ka maxay aw islaaxin bayna annaas, weliba islaaxu baynu naaska dadka barhbaa u gala magacaad ku heshid, kursi aad ku doonati, mansab siyaasi aad ku heshid, labada reer baa soo heshiisiyey si dowladda wax looga helo ama wax war ma aha. Dadka waxaa loo heshiisiiyaa waman yafcal dalika ibtigaa mardaati illaah, cidda samaysa heshiisiinta dadka iyagoo ilaahay raalli ahaanshihiisa doonaya, fasawfa nu'tiihi ajran cadiima baa ilaahay yidhi, ajar weyn baanu siinaynaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Casrigan dambe fitanka iyo imtixaanku way bateen, wixii la yaqaanayna way isdaba rogmeen, waayo dadkii taariikhda Soomaaliyeed salaatiinta iyo dadka magaca leh may ahaan jirin dadka dagaalada hogaamiya fitanka iyo imtixaanka. At least waxay ahaan jireen dadka marka reer u heshiirayo iyaga loo yeedhay caqliga uu ku dambeeyo. Casrigan waxaa soo baxay dadkii la moodayay inay dadka hogaan u yihiin oo iyagu imtixaankuba uu yahay fursa iyo shaqo uu yihi ama manaasib dowladeed ku raadinaya. Dowladda haddaad wax ka weydo gilgil oo see loo gulgulaa waxoogaa reeraha isku khuuqi. Waa imtixaan inaad kursi dowladeed ku raadiso, inaad masaakiinta isku laysid iyo bulshadaad madaxa isu gelisid. Dowladdaabu ha yara daciifto, say dowladdu u daciiftaa dadka dhagaa isu geli. Waa imtixaan yaa samaynaya dadkii ama aqoonyahan ama siyaasi ama caaqil ama sultaan sheegan ma wadaaha, laakiin qayb ka mid ah
asalku laakiin waxa weeyaan war dadka heshiisiintooda ayaa khayrku ku jira baa ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala heshiisiinta dadku say u qiimo badan tahay ilaahay wuxuu ku daray inay ka mid noqoto masaarifu zakaa dhaqaalaha zakada la yidhaahdo islaamku uu ururiyo meelaha lagu bixinayo meel ka mid a inay noqoto oo ilaahay wuxuu leeyahay inama asadaqaatu lilfuqaraai waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmualafati quluubuhum maxaa ku xiga wafi rriqaabi waalgaarimiina wa fii sabiili illaahi wabni sabiil siddeedda kooxooda la tilmaamay waxaa ka mid ah waalgaarimiina kuwa daymoobay ee sulxiga ku daymoobay laba reer baad heshiisiinaysa waad isu keentay waad isu soo dhaweysay laakiin xoolaha laysu sheeganayo magtiiba waxaad ogtahay inaanay bixin karin laba reer oo yar ama laba qabiilo waxay doonaan bahaado markaasaa tidhi heshiiska qaata magtuna waa aniga anaa bixinaya waxa laysku hayo laba nin baad heshiisiisay waxoogaa dhowrkun baa laysku hayaa waad heshiisiisay dhowrka kunna adaa bixinayaba intaad soo qaadabaad kii la haystay u dhiibaysaa leedahay iska bixi haddaad sidaa ku daymowdo dayni kugu raacdo waad bixin kari weydo zakada in lagu siyaabaad xaq u leedahay muslimiinta tujaarta iyo dadkan wax haysta inta zakada laga qaado inaad zakada ku bixiso maxay islaax bayna annaas oo ilaahay baa leh waalgaarimiina baa ka mid ah waa kii saxaabigu qubaysa intuu yimi yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo mas'ala wax weydiistay nebiga oo leh waxaan heshiisiin aan dad heshiisiinayaan ku daymoobay dabeetana waa kii nebigu u tilmaamayay mas'aladu saddexda nin ay u bannaantay inuu isagu ka mid yahay mas'alaba saddexda nin ay u bannaantay inuu isagu ka mid yahay ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka laynoogu sheegay dadka heshiisiintiisu dhaarta in loo furo waan ka dhaartay iyo waanu dhaaranay iyo socon mayso walaa tajcaluu allaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas baa ilaahay yidhi dhaartiinna ha ka dhigina mid lagu hor joogsado in samaha la sameeyo ama ilaahay cabsidiisa lala yimaado amase dadka lagu heshiisiiyo ayuha laxiba nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya dadkaasi aynu leenahay waa addifaac ilmadani dadka dadka dabka ka daminaya waayo waxa kani hadduu kaco waa dab diin iyo wax walba cunaya dagaalada iyo colaadaha iyo balaayadu dham kacdo dhiig baa ugu korreeya dembi la galo waa la banaysanaya walidaalik buu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi alaa ukhbirukum biafdal min darajati asiyaami waalsalaati waalsadaqati war dadow ma idiin sheegaa soonka iyo salaada iyo sadaqada wax ka fadli badan culamo badani waxay yidhaahdaan waa nawaafisha la sheegaya cinda almuslimiin saddexdan shay dee waa arkaanulislaamkii waaweynaa wixii ku jiray ama wixii arkaanulislaamka lagu kabayay salaad waa cibaado qaali iyo dadka muslimiinta ay maskaxdooda yaqaaniin heerkay xagga alle ka joogto laba ragacdood oo sunno oo salaada subax ka horreeya la yidhi khayrun min addunya wamaa fiiha khayrun maa talacat calayhi shams ayaa ka khayr badan baa la yidhi cadceedibo waxay usoo baxdo idan qofka muslimkii wuxuu yaqaanaa salaadu qiimaha ay leedahay wuxuu kaloo yaqaanaa soonku qiimaha ay leedahay baab gaar oo rayaan la yidhaahdo ama laa cidla lahu nebi maxamed ku tilmaamay soonka wax u dhigmaaba ma jiro soonka iyo fadaaisheedana qofka muslimka caqligiisa aad bay ugu weynta uu yaqaana sadaqada iyo wax la baxa iyo fadaaisheedana qofka muslimka wuu yaqaana saddex shay oo muqararka ah cinda almuslimiin la yaqaano fadiilada ku jirtaa intay tahay ayuu intuu nebigu isku daray buu yidhi wax ka fadli badan ma idin sheegaa saddexdii shay aad taqaaneen fadaaishooda wax ka sii fadli badan adigu fadaaisha sunaanka ku soo arooray sadaqo dhan soo akhri soon oo dhan soo akhri waxa ku soo arooray fadiila ah salaad oo dhan soo akhri intaasoo fadiila intaad isku darto nusuusta ku soo aroortay keeda sunna ah ayuu nebi maxamed wuxuu leeyay wax ka korreeya ma sheegaa haddaba saxaabadii waxay dhaheen bala haa ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam islaaxu daat albayn dadka dhibta dhexdooda oo la islaaxiyaa ka fadli badan dadka dhibta dhexdooda taalla muuminiinta qabaailka istilaya dowladaha istilaya
reeraha isfuraya dadka kala guuraya shirkaadka burburaya waxaa muslimiinta ishayse dhexdooda oo la islaaxiyo ayaa ka fadli badan buu nabigu yidhi xadiidki abi daawud waliba riwaayadka qaarkood waxa uu xadiidkaasi riwaayadkiisa qaar ka mid a waxay sii tilmaamayaan faina fasaadu daat albayn hiya alxaaliqa markuu nabigu tilmaamay dadka dhexdooda oo xumaata waa alxaaliqa waa xiirta riwaayadka qaarkood baa waxay tilmaamayaan idin malihi timahay xiirtaa iyo diintay xiirtaa dee adigu meesha colaaddu ka dhacdo xisaabi mid yar iyo mid weyn iyo qof dumara iyo nin caalima iyo waayeel iyo dhiig muslim wax walba waa la banaystaa markay colaaddu dhacdo geelashaa la qaadaa iyo xoolaha xoolaha muslim cirdigaa la banaystaa reer hebel caydiisa iyo gabay ku cay oo kan ku cay oo waxan ku cay oo cahidaa la banaystaa saddexdii uu nebi maxamed xajkii u dambeeyey ee uu nebi maxamed xajo dee kaasoo qudhunbaabu xajeeye saddex khudbadooda uu jeediyey saddexda khudbadoodba waxaa ku jiray war ma idinka warrama war maanta waa maalin ma war bishani waa tuma war beledkani waa kuma iyagoo beledullaahi alxaraam taagan ama carafo taagan marka uu intaasoo su-aala weydiiyey wuxuu nebigu saddexda goorba ku celceliyey war hooy dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinnuba xaaraan buu idinka yahay sida maalintiinna tan bishiinna tan beledkiinnani uu xaaraan u yahay intaba waa la banaystaa hadday colaad u dhacaan cirdigaa la banaystaa oo markaas aad arkaysaa qaar afmaalla ah oo gabay cayo un tirinaya iyo reer hebel caydooda iyo waxooda ka warramaya waxaan jirin iyo wax jiraba isku daraya maalkaa la banaystaa iyo waxa reer hebel leeyihin waa la qaadaa dhiiggaa la banaystaa iyo reer hebel halka lagu arkaba kawbaa laga siiyaa waa saddexduu nebigu ka digayey ee saddex khudbadood oo maalintii sagaalaad iyo maalintii labaa iyo maalintii yowm alxaj alakbarka yowm anaxarka iyo ayaamu tashriiqa maalinta labaad saddexda khudbadooda uu jeediyey saddexdaba uu ku tilmaamay war dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo naftiinnaba waa idinka xaaraan uu nebigu tilmaamayo wuu lahaa laa tarjicuu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd aw dullaalan yadribu bacdukum riqaaba bacd idan hiya alxaaliqa diintay xiirtaa haddaan naf iyo maal iyo cirdi toona la nabadgelinaynin diinta soo hadhay maxay noqonaysaa haddaad intaba la xiiro diinta kuu soo hadhaysaa maxay noqonaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxgaanay colaaddu sawba taa la leeyahy camalkiinni la aqbali maayo camalkiinni la aqbali maayo marka kala tagtaan isdishaan soo iniga xadiidka ku soo maraynay ayuhal axiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy maa camala ibnu aadamu shay-un afdala min asalaa bini aadamku ma sameeyo wax ka fadli badan salaad iyo dadka salaaxu daati albayn iyo khuluqun xasan buu nebigu tilmaamay waxuu nebigu inoo tilmaamayaa qof kasta oo waagu markuu baryo sadaqa ku waajibtay sadaqaadka waxaa ka mid ah tacdil bayna annaas aw tacdil bayna ithnayn laba dhexdooda inaad u cadaalad sameeyo inaad u heshiisiiso afdalu sadaqa islaaxu daati albayn xadiid kale oo sheekh alalbani uu markii dambe saxiixiyey taraajucaadkiisu ku jiraa xaadiistu markii hore daciifiyey markii dambena uu ka noqday ee uu tasxiixiyu ku jiraa afdalu sadaqa islaaxu daat albayn buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan ayuhal axiba waa fadiilo weyn saa awgeed waxgaradkii iyo waayeelkii iyo aqoon-yahanka waxaan u tilmaamaynaa war heshiisiinta ku dadaala oo dadka inay heshiisiisaan mihnad ha idiin noqoto yay mihnad idiin noqonin hadal xanaf leh iyo colaad iyo isku dir iyo maagis shaqaha ka dhigin heshiisiinta dadka la heshiisiiyaa waa waxyaabaha naadirkee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay beentu xataa inay ku bannaanta nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinaya wuxuu leeyahay laysa alkadaabu aladii yuslix bayna annaas fayanmi khayran aw yaquulu khayra laysa alkadaabu beenaalaha ma aha buu nebigu yidhi alladii yuslix bayna annaas ka dadka dhexdooda samaha ka raadinaya oo fayanmi biduuni tashdiid markaad akhrido waa khayr faafinta haddaad shaddana waa namiimnimada iyo waa sharfaafinta oo dadka dhexdooda faafinaya khayr ama khayr u kala sheegaya
qofka muslixee dadka hagaajinaya wuu la faqaa, qolo walba gaar buu loo fadhiistaa, cid waliba waxay tabanaysay sheegataa, cid waliba waxa qallafsana ay sheegto ma soo raro inta khayrka luu raraa. Qolada kale markuu la hadlayo wuxuu idhahdaa nimankii reer Hebel waxaasaan ku arkay. Ma bale waxay yidhaahdaan hadalkay yidhaahdeen xataa hadday iyagu meel qalloocan ula jeedeen meesha khayrka lagu raraa saasay sheegeen. Kadaab maaha bay culammadu yidhaahdaan. Bale Imaamu Nawawi wuxuu leeyahay wadaahiru ibaaxatu xaqiiqatu nafsi lkadib lakina aliqtisaara cala atacriidi afdalu buu yidhi. Xadiidka daahirkiisu wuxuu sheegayaa xataa been dhaba haddaad u qasdido aad ku heshiisiinaysa inay bannaan tahay, laakiin buu leeyahay culammadu waxay yidhaahdaan inaad tacriidka iyo dulmarka iyo tawriyada martid ayaa ka fadhiimadii inaad been qagaayaxan sheegto. Cala kulli xaal, xadiidka culammada badhba waxay ka daliishanayaan in dadka islaaxintoodu dadka badhbaa warka waxay raraan inta dadka isku dirta, inta dadka bal had qadiyada u fiirso, inta dadka lagu heshiisiinayo xataa beeniba ha soo yaro dhex gashee khayr baa lagu helaa, inta dadka isku diraysa xataa runna ha ahaatee runtaa naar baa lagu galaa. U fiirso, waa run naar lagu galayo iyo maxay iyo been khayr lagu helayo. Haddaad intaad reerka soo dhegaysato warkii ay sheegayeen, dee reeru markay isqabteen kolley war kululun bay sheegi doonaan. Wixii kululaa intaad soo qaado aad tidhahdaa caynkaasay lahayeen oo saan bay lahaayeen. Namimiyatay qataat laa yadkhulu aljannata qataat aw namaam buu nebigu yidhi. Jannada ma galo diradiraaluhu jannada ma galo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Namaam baa tahay. Xataa haddaad tidhaha wallahi run baa sheegaya, runtaadaasaad namaam ku tahay, runtaadaasaa naarta lagu galaa. Waayo waa run qasdigeedu yahay maxay? In dadka la isku diro. Ma run khayr wadaba? Markaan Hebel oo ku xantay intaan xantiisi soo raraa ku yidhaahdo wallahi haddeer caynka ayaa caynkaasu ku lahaa, waa isku kii diraya. Walow aan run sheegayo, waa run aan janna lagu urinaynin, waa run aan janna lagu tegayn, waa run xun. Idan ayuha laxiba, isku dirku diintu ma bannaynin. Waxyaabahaasi islaaxa in la raadiyaaba fiican, dadka la dhex galo. Islaaxu waa inaanu diinta ka hor imanin isaguna, shuruuduu leeyahay. Ay culammadu yidhaahdaan sulxi kasta oo muslimiinta la dhex dhigo oo uu ku jiro laba shay, Ilaahay raalli ahaanshiyihiisu iyo labada isayar raalli ahaanshiyihiisu, cadaaladna ay ka muuqato ama cilmi iyo cadaalad ku salaysan, waa sulxi la aqbalaya bay yidhaahdaan. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay asulxu jaa'isun bayna almuslimiina ila sulxana xalla xaraaman aw xarama xalaala. Dadka muslimiinta